مساك الله بالخير يا الاخو يا الحبيب. الحقيقة معي الوالد رجل كبير في السن، ودي بس انك تاخذه وتحطه على الكرسي. في الكرسي؟ اي كرسي يبا؟ علي انا يبا؟ عارفه انا عارفه. مساك الله بالخير يا الخير. يلا انت حييه. الله يسلمك. الله يسلمك. معي الوارد طال عمرك، بس ودي اوديه للظهران. حطه بس على الكرسي. ابشر. تمام اخوي. الله يسلمك اخوي.